الحوار السياسي بين الأغلبية الداعمة للنظام والمعارضة بشقيه المشارك في آخر حوار والمقاطع له، حوار يعود الحديث عنه من جديد وكأنه بات أمرا معتادا قبيل كل استحقاقات انتخابية. فبعد تصريحات الزعيم السابق للمعارضة بضرورة فتح آفاق لحوار جديد، يطل رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكمة السيد سيدي محمد المحم في تصريح عبر إحدى وسائل الإعلام التلفزيونية ردا منه على تلك التصريحات ومؤكدا على أن الأبواب مفتوحة للحوار أمام الجميع، فيما يرى بعض المراقبين للمشهد السياسي أن الحوار قد يكون مخرجا للمعارضة المقاطعة، أو ربما حلا يلوح في الأفق حول المرشح الموحد، أو حتى حسم المشاركة في رئاسيات 2019 من عدمها. مع هذا الحديث يبقى الحوار الوسيلة الأنجع لتلاقي الأفكار والملاحظات وتباينها على طاولة تجمع مختلف الأطراف المشاركة ليخرج بنقاط توافق واختلاف وتنازلات ثم اتفاق على خارطة تخدم المصلحة العامة للمشاركين إذا سلم ذلك الحوار إن حدث من العناد. فهل يلتقي الجمعان بعد فراق دام طويلا؟ أم أن الوضعية ستبقى على حالتها القديمة؟ محمد الحافظ، الساحل تيفي.